سلام الله عليه واخرهم القائم، القائم الكي يعرف القائم يعني حتى الان علماء الوهابيه حينما سال شاب من نيجيريا عن الامام المهدي المنتظر قالوا المهدي المنتظر فعلا من ال الرسول اجابوه يعني علماء الوهابيه نفسهم الامام الثاني عشر من ائمه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهو الذي يخرج في آخر الزمان يقيم حجاج الحق يعني يعدل الدنيا طبعا ما تلتقي هذه إلا مع أطروحة الشيعة الإمامية الاثني عشرية وينبغي لجميع المسلمين أن يلاحظوا هذا الموضوع إحنا عدنا اثنى عشر إمام الآن لما نجي إلى غير الاثنى عشرية غير الاثنى عشرية مثل إسماعيلية إسماعيلية إمامتهم ماشية يعني الآن وصلوا في الإمامة إلى 53 إمامتهم ماشية 53 إمام عندهم الآن هذول الأئمة اللي كل واحد يوصي للثاني الزيدية مو هذا العدد نحن الاثني عشرية فعلا ينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وآله في أن الأئمة وهم من قريش واثنى عشرين حاولوا في الحديث أن يرتبوا عبد الله بن عمر لما جاء إلى الحديث عبد الله بن عمر هذا الراوي لأن في عبد الله بن عمر وفي عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر صغير ابن عمر بن الخطاب هذا صغير عبيد الله بن عمر هذا ولد بعد الإسلام زين وكان شاب هذا قتل وين؟ قتل في صفين صار يوم معاوية قتل في صفين هذا عبيد الله بن عمر القتل في صفين انه هو اللي راح الى الاسد بن علي في ايام مولانا امير المؤمنين على اساس بانه يكون له اثر على قرار مولانا امير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبه للخلافه وحرب صفين فقال له كاني اراك قتيلا في المعركه وفعلا فعلا جو اليه واذا هو مركوز في جسده رمح الى الارض ثابت ولا رايت الله بن عمر عبد الله بن عمر هذا صاحب الروايات زين اللي جاء الى الحديث وخطر حتى علي بن ابي طالب روح للامويين ما حسن هو المفروض علي بن ابي طالب مو في هالحسنه حسبة أخرى علي بن أبي طالب مع الخلفاء الذين نص عليهم النبي وهو أولهم الأئمة كلهم ثم بعد ذلك جاء النص من الإمام السابق إلى الإمام اللاحق وبموجب عصمة هذا الإمام فإنه لا يخطئ في كل شيء يعني لا ينص إلا على معصوم معصوم لأنه هو معصوم ولا يخطئ الأئمة سلام الله عليهم الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام ممن نص عليه النبي ثم نص عليه من نص عليه مولانا الإمام موسى بن جعفر علي سمي علي وعلي قالوا سمي علي وعلي من قال علي سمي علي وعلي قال علي الأول هو مولانا أمير المؤمنين هو علي الأول وعلي الثاني هو الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام وابنه محمد أبو جعفر الثاني يكنى بأبي جعفر الثاني لأن أبا جعفر الأول هو الإمام مولانا الباقر تمييزا له عن مولانا الباقر ذاك أبو جعفر الأول وهذا أبو جعفر الثاني
كذلك جاء النص على إمامته سلام الله عليه عن طريق مولانا الإمام اللي هو علي بن مسلم، لأن في هذه من الأزمات اللي مرت على مولانا الرضا سلام الله عليه. كيف؟ الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام واجه من؟ واجه الواقفية. الواقفية قالوا له، الإمام الرضا عنده أخوان كثيرة، قالوا له: يا علي، أتكون الإمام بالأخوة؟ قال: لا. الإمام الرضا ما عنده ذاك الوقت ما عنده ولد. والإمام الرضا بحسب الرواية لما بلغ 45 سنة يقول للإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: أتكون الخلافة، أتكون الإمامة في الإخوة؟ قال: لا. أتكون الإمامة في الخوات؟ قال: لا. في من تكون؟ قال: تكون في ولدي. من ولدك؟ أنت ما عندك أولاد. قال: ولدي محمد. محمد، وإن الله سبحانه وتعالى سيرزقني بولدي محمد وهو وارثي. أقوم 45 سنة من عمر الإمام وشافوا مولانا الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في عرفة، ومعه الإمام الرضا وهو يطعمه ويقول: هذا إمامكم من بعدي. وهذه حجة من حججه، بأنك أنت إمام ما عندك ولد ما يصير، لأن الإمامة لا تكون إلا بالولد، ما يصير. ولما رزق الإمام سلام الله عليه بالإمام الجواد ذهبت حجته، مهت الذي كفر، ذهبت الحجة، وعاد الكثير من الواقفة للإمام سلام الله عليه، الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما رحل الإمام الرضا من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، كان الإمام الجواد عمره 6 سنوات، 6 سنوات، ولكنه يفطن للأحداث ويحلل الأحداث، لأن الإمامة لا تضر مع صغر السن، يعني ابن يوم، ابن سنة. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد اختاره ليكون إماما فلا بد أن يكون سلام الله عليه في أعلى ذروة من الكمال البشري، بل منتهى الكمال البشري. كان الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أخذ من مدينة جدة، يعني كان مجبور على الخروج، وكان مولانا الإمام الجواد يشاهد حال أبيه وحركات أبوه ويقرأ نفسية أبيه. لما جاء إلى مكة، دخل الإمام سلام الله عليه إلى مكة وطاف بالبيت وأخذ يقبل ويصلي. كان الإمام الجواد على عنق الخادم فأمره بإنزاله، يعني انزل. نزل وجلس على الأرض وأخذ يبكي. قال له قم. قال: لا أبرح إلا أن يشاء الله. جاء الإمام الرضا، قيل له بأن محمد أبى أن يقوم وهو يبكي، فأقبل إليه الإمام وقال: قم يا بني. فقال: يا أبتا، كيف أقوم وأنا أراك تودع الكعبة وتودع البيت الحرام وداع من لا يرجع إليه؟ قال له: قم يا بني.
قام الإمام سلام الله عليه يعني كان ابن 6 سنوات غادر الإمام، استشهد الإمام سلام الله عليه، بقي في ولاية العهد. حينما رجع راح إلى مرو إلى خراسان، بقي في ولاية العهد 2 سنوات واستشهد سلام الله عليه. الإمام سباعي ثماني، يعني سن الإمام في ذلك الوقت ما بلغ، ما بلغ يعني المراحل الزمنية بحيث يكون مكلف كالعادة كعادة الناس، ولكن الإمام يختلف عن غيره. يعني 7 سنوات 8 سنوات غير مكلف، ولكن الإمام لا، الإمام حتى ولو كان من 5 سنوات النبي صلى الله عليه وآله يقبل البيعة من الحسن والحسين وهما صغار، ودعا عليا إلى الإسلام، إلى إعلان الإسلام وهو صغير، يعني ما بلغ. وهذه خاصية بالأئمة، أئمة 3 عندنا، اللي هو الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، والإمام علي الهادي. علي الهادي صار إماما عمره 9 سنوات. العسكري المهدي عجل الله فرجه. هذه خاصية في دول الأئمة بأنهم فعلا تقلدوا مقاليد الإمامة وهم صغار، يعني سنهم صغير، ولكنهم سلام الله عليهم يتفجر العلم من جوانبهم وتنطق الحكمة من نواحيهم سلام الله عليهم. يعني انتهت المأمون، المأمون العباسي عالم من علماء زمانه، يعني أعلم رجل في البيت العباسي في ذلك الوقت من العلماء المشهورين في ذلك الوقت هو المأمون العباسي. والإمام سلام الله عليه عاش هالفترتين، فترة المأمون وجزء من خلافة المعتصم. المعتصم رجل حارب. المأمون أعلم بني العباس والمعتصم أشجع بني العباس. يعني كان المعتصم هذا، المعتصم يقود الجيش بنفسه، يعني في مقدمة الجيش، ليس كغيره من الخلفاء، كان في مقدمة الجيش، وكان في أيام المأمون هو قائد الجيوش في ذلك الوقت، يطلع ويا الجيش ويتقدم الجيش. المأمون لا، المأمون رجل علم وإمام من أئمة المعتزلة، وعنده قناعات معينة. يعني العلماء أصحاب التفكير بعض الأوقات عندهم قناعات، قد تلتقي مثلا بمذهب مخالف لمذهبه ورأي مخالف لرأي آبائه، تعلم المأمون هكذا. المأمون استقدم الإمام، إنه الأول المأمون كان متهما بقتل الإمام الرضا عند العامة، متهم، أراد أن يرفع التهمة عن نفسه. استقدم الإمام الجواد، الإمام الجواد سلام الله عليه لم يكن مضيق عليه أبدا في عهد المأمون ولا مراقب في عهد المأمون، حتى إذا ذهب عاد إلى المدينة لا يراقب في عهد المأمون، لا مراقب أبدا. وكانوا يجون إلى يجون له ويسألونه ويجي له الوكلاء ويقعدون وياه، سواء كان في بغداد أو في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، ما كان مضيق عليه. وزوجه بابنته زينب أم الفاضل، وإذا شكت
إليه من الإمام انتهرها وقال بأنه من رسول الله. كان الإمام سلام الله عليه، طبعا الإمام تزوج بعد ذلك أم الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. أما في أيام المعتصم، لأنه الإمام سافر راح إلى الحج، أخذ اللي هو استأذن المأمون وراح إلى الحج. لما وصل إلى الحج وصل له خبر المأمون بأنه مات، والإمام سلام الله عليه كان قاصد إلى الحج، رجع بعد الحج إلى المدينة. المعتصم نقله من المدينة إلى بغداد، ولما كان عالم، لكن هذا العالم رأيه مختلف عن رأي الحكومة، يعني رأي السلطة شيء ورأي الإمام شيء آخر. والسلطة حتى من أيام المأمون حاولت فعلا أن تستقطب جميع العلماء لينضموا إلى رأيها، لذلك ضرب أحمد بن حنبل، على قضية خلق القرآن، ضرب وحبسه لأنه يريد ماذا؟ يريد فعلا كلهم تحت جناحه ويدورون في فلكه. يعني الإمام سلام الله عليه أظهر علمه، وكان علم الإمام مخالف دخل عليه. أبو داود قال له يعني أنت القضية معروفة، ويمكن مرة من الصبح إلى اليوم أو من البارحة إلى اليوم يمكن 27 مرة، ولكن هي جسر لا بد من العبور عليه. لأن لما تقول بأنه ما هو السبب، ليش قتلوه؟ ليش اغتاله؟ لماذا خاف منه؟ لأن الإنسان إذا كان يحمل هذا العلم، وهذا العلم علم لا يقدح فيه، وفي نفس الوقت شطر كبير من الأمة يقول بإمامته، وهذا الشطر مخالف لرأي الحكومة، يعني شنو معنى ذلك؟ يعني خطر، خطر على الدولة. واستغل من؟ استغل منه جعفر، جعفر بن المأمون وأخته اللي هي أم الفاضل. أم الفاضل كان الإمام سلام الله عليه صائم، فدخلت عليه بأبي وأمه وناولته شربة مسمومة، شرب منها بأبي وأمي، فأحس سلام الله عليه كأن من فيه إلى سرته من يقطعه بالسكاكين أو يجرحه بالمواسي. فقال قتلتيني ولازم فراشه، قذف طائفة من كبده دما بأبي وأمي. رجل غريب، يعني ما عنده أحد، بعيد عن الوطن، والبعيد عن الوطن إذا أصابه مرض أحس بالغربة والبعد، ما عنده أحد، طلب ماء فأبت أن تسقي، أغلقت عليه الدار، ذهبت إلى المعتصم، قال اتركيه. خرج بأبي وأمي على صحن الدار، يأخذ صحن الدار عرضا وطولا من حرارة الدار، ثم مكث على صحن الدار بأبي وأمي، افترش صحن الدار وبقي هناك بأبي وأمي حتى بلغ السوق.
ولا إليه ابنه. طبعا ابنه جاء إليه، ابنه الإمام علي الهادي لأبي وأمي، فوجده في تلك الحالة وعند احتضان الموت، مد يديه وأسبغ رجليه وقرأ المسك والعنبر. اقبلوا، استفقدوا الامام سلام الله عليه، اقبلوا الى بيت الخلافة يسألون عن الامام، واذا الخبر بان الامام قد مات، فضربوا رؤوسهم بأيديهم ولا ترى والثاني
صدرا غادرته مفصلا عقرت بنات الأعوجية. إلهنا أسألك وندعوك توسل إليك يا عليك وآله أن تكشف هذه الأمة عن هذه الله محمد العالي من أرادنا بسوء حضناتنا الحاضرين فردا فردا والمسلمين اللهم انتقم لنا مما ظلمنا شافي الجرحى والمعلوم فرج يا الله عن المعتقلين يا الله من أرادنا بسوء حطم عهدنا فردا متعلقيهم ومن تحط وعنايتهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أموات الحاضرين والمؤسسين نهدي بالجميع الثواب الفاتحة مع الصلوات.